التسمية ديال تشيكوس خيطانوس. اولا التوجه ديالنا كاملين في الموسيقى هو الفلامينكو. فلامينكو هو موسيقى اللي كدار من طرف لي جيتون. دونك بالضروره كنخص الاسم ديال الفرق ديالنا يكون فيها داك لو نوم ديال خيطانوس. بالنسبه لتشيكوس اغلبيه ديال الدراري في سواء في مكناه سواء اللي كيعرفونا لي زامي كيعيطونا تشيكوس، ما كيعطيكش بسميتك مهدي ولا محسن ولا علي ولا طارق، كيعطيك تشيكوس. سو بقى ديك تشيكوس خيطانوس السميه ديال الكو. تشيكوس خيطانوس ديال اللي كتعزف انواع الموسيقى كالفلامينكو كلاسيك فرونسي لاتينو. والقصه باش تجمع هاد لي مونبغ ديال الجروب كانت اولا بدات بالصداقه، ومن بعد كل واحد عرف ان عنده موهبه وبارطاجيناها بيناتنا. وابخي بداو تيجيونا عده مشاركات في مكناس خارج مكناس دي فيستيفال ناسيونو انترناسيونو اللي تاسست هذه 7 سنين. وقينا شويه المشاكل الصراحه في المدينه ديالنا، حيت المدينه ماشي ما فيهاش هاد لا كولتور نتاع الفلامينكو. من بعد ولينا تنتعرفوا مع الناس ديال الجيتار ولينا تنوصلوا هاد الموسيقى ديالنا بشويه بشويه، واننا نشاركوا في فيستيفالات كبار منهم فيستيفالات اللي تتقاموا في اسبانيا وخارج المغرب. انا شخصيا تنعتبر راسي اصغر ممبر في تشيكوس خيطانوس. تلاقيت الدراري كانوا ديجا في الكارتي نتاعنا تيسكنوا، وما كنتش انا كنعرف نلعب الجيتار. تلاقيتهم علموني وراوني بزاف د الحوايج، بدينا ولاو تيوريو تمشي معاهم لسان تنتفرج فيهم. ابخي وليت تنونكاجيت معاهم، وليت تنديرو ريبيتيسيون مجموعين، كنمشيو للمقر ديالنا تنديرو لي ريبيتيسيون فاش يكون عندنا شي فيستيفال بحال هكا. بالنسبه للنوع الموسيقي اللي تنقدمو هو نوع موسيقي اللي هو مزيج ما بين الفلامينكو ثقافه اسبانيه مع كلاسيك فرونسي مع مختلف الستيلات اللي كاينين لا ميوزيك دو موند. عندنا كومبوزيسيون خاصه ديالنا قليله مي كاينه، وكنحاولوا ان شاء الله في المستقبل ان نزيدوا نديروا الجديد ديالنا الخاص. باغ كونطخ داكشي اللي تقال عند لي زامي ديالي، كاين معيقات اللي كتكون عند داك جميع لي جروب في اي مدينه في اي بلاصه، مي كيبقى سا ديبون على لو جروب وكيفاش دار تتجاوز ديك المعيقات وتجاوزها باش يقدر يطور من النيفو ديالو ومن المشاركات ديالو ويتعرف سواء محليا او تجاوزوا هاد المعيقات هادو. كتجاوزوها اول حاجه بالكوميونيكاسيون، ديجا حنا دي زامي دونك اي حاجه كتحل بالمناقشه وبالاستمراريه، واننا ما كنبقاوش كنعصبوا راسنا ونبقاو في المشادات. دونك الكوميونيكاسيون كتحل اي حاجه. هو اولا فاش كنا حنا تنتعلموا الجيتار كنا تنجلسوا عندنا واحد البلاصه في مكناس سميتها سهري الصواني، كانوا فيها الناس تيتجمعوا، كان اللي تيلعب جيتار كان اللي تيلعب عود، كل واحد شنو كيفاش شنو 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 الموهبه اللي عنده. حنا كنا في ديك الوقيته متميزين على الدراري اللي كانوا تيلعبوا جيتار، وهكا ولاو تيجيو لي فان. من بعد فاش ولاو تيجيو لي فان دوك لي فان نيت كانوا فيهم اللي تيديروا لورغانيزاسيون تاع ليفينمون ولا شي جمعيات. هكا بشويه بشويه حتى ولينا تنطلعوا لي فيستيفال ناسيونال ولي فيستيفال انترناسيونال. هي في البدايه ضروري الواحد تيتميز بالعمل ديالو، الى العمل ديالو والطريقه اللي توصل بها. مثلا الموسيقى راه كاين اللي تيدير نفس لي نوت ولكن واحد توصلها بواحد لو ميساج ارتستيك، تماك الارتيست فين تيتميز. هذه في الاول. ابخي ضروري لي ريزو سوسيو تيعاونوا بزاف باش الجروب تيتعرف، وسورتو بالنسبه للمدن الاخرى. بالنسبه للفرقه عندك شخص واحد هو محسن اللي دوز دار عامين ديال السولفيج، وبالنسبه للاخرين درنا الموسيقى عرفناها مزيان وضبطنا لي غام كيفاش مثلا تعزف على الجيتار باغ انترنيت، عاونتنا يوتيوب بزاف ديال الحوايج اللي باغ انترنيت تتعلم منهم. وبالنسبه لباقي الجروب حتى هو كذلك، ما كاين لا كونسيرفاتوار لا والو، داكشي كان بارفوا داكشي اللي فيطري تيكون اكثر من التعليم الموسيقى وسورتو بالنسبه للفنون.
انا التحقت بالمجموعه قبل ما ندير المعهد في مدينه مكناس. كانت الصراحه هي ماشي هي باش تكمل الموسيقى ديالك خصك دير لا تيوري، واخا يكون عندك البراتيك خصك تكمل بلا تيوري. وانا تنصح زعما الناس اللي تيلعبوا الموسيقى انهم يكملوا في داك الشيء اللي باغيين يديروا، وابخي يديروا السولفيج شي يخليك تواصل بسهوله مع فنانه. بالنسبه للطموحات ديالنا تنقول لك بغينا حنايا دابا نشقوا الطريق الاحترافيه. باش تشق الطريق الاحترافيه تيخصك تخدم تعطي لو ماكسيموم، باش تعطي هذا لو ماكسيموم تيخصك ديجا تكون كتبغي ديك الموسيقى ولا داك الفن اللي كدير، خاصك تكون كتبغيه با فهمتي بارامو داك الشيء، ما خصوش يكون غير خدمه ولا باغي دير منه الفلوس ولا شي حاجه. حنايا تنبغيو هاد الموسيقى حيت قرينا عليها بعدا وعرفناها وشفنا الجذور ديالها وعرفنا بانها موسيقى فهمتي راه معروفه في العالم كامل. موسيقى الفلامينكو راه اي واحد قلتي ليه تلقيتيه في الطريق مثلا قلتي ليه فلامينكو راه غادي يقول لك راه يكون كيعرفو 100%. بغيت نعطيني شي واحد النصيحه بالنسبه للشباب اللي عاد طالعين دابا فهمتي، بغيتهم يكونوا متماسكين بعضياتهم فهمتي، يخدموا يكونوا دايرين واحد الفيزيون لواحد لوبجيكتيف يكونوا تيشوفوا فيه كاملين باش يقدروا يوصلوا لديك داكشي اللي بغاو. الانتماء ديالي من مدينه شفشاون، لكن حاليا غادي نقول الانتماء ديالي من مدينه مكناس، خصوصا مع المجموعه الجميله تشيكوس دي خيتانوس. هي مجموعه كتخصص في الموسيقى الفلامينكو والموسيقى الشغوريه، بحيث كنعرفوا ان الموسيقى الشغوريه والموسيقى الفلامينكو عندها رابط تاريخي ورابط فني ايضا، اللي معروف في التاريخ ديال الموسيقى المغربيه او الموسيقى الاندلسيه الاسبانيه. مثلا غادي نعطي مثال مثل الفنان المغربي سامي الهلالي، سالم الهلالي ايضا، يعني هادو كلهم بسمونا حنا كشباب اننا ننتمي لهذا الفن ولهذا الموسيقى الفلامينكو الشغوريه. والشيء اللي خلاني انا بيرسونيلمون انني يشدني العمل مع هذه المجموعه الجميله، اللي كنبغي نوجه تحيه وتشجيع كبير لهذه المجموعه فردا، لانهم فعلا شباب يستحقون التشجيع ويستحقون انهم يطلعوا في مهرجانات كبيره في المغرب وخارج المغرب. وحنا يد وحده وان شاء الله غادي نبقاو يد وحده. كنشجعوا بعض، كنضحيوا من اجل بعض، ولو احيانا كتلقى يعني المشاكل واللي هي مشاكل معروفه عند الفنانين في المغرب او خارج المغرب، مشاكل فنيه بسيطه. والحمد لله الانسان بالعزيمه وبالثقه ديالو بالفن ديالو في شخصيته دائما كيوصل.